أفضل المفكرين الاستراتيجيين الألمان، وهو من وضع خطة هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي. وبعد أن تم أسره، قرر جهاز المخابرات السوفيتي توظيفه للتعاون مع الجيش الأحمر، بحيث يصبح ورقة رابحة في الحرب ضد هتلر. فريدريك باولوس. ولد فريدريك باولوس عام 1890 في مدينة جوكس هاجين التابعة لكاسل وسط ألمانيا. أنهى دراسة الثانوية في كاسل، ولم يتمكن من تحقيق رغبته بدراسة البحرية للانضمام للقوات البحرية الإمبراطورية، فالتحق لدراسة القانون في جامعة ماربيرغ. إلا أن دراسة القانون لم ترق له تماماً، فتركها بعد فصل دراسي واحد، والتحق متطوعاً بالجيش عام 1910، ثم درس في مدرسة الضباط وتخرج برتبة ملازم بعد سنة واحدة عام 1911. وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى كان مساعداً لفوج المشاة الثالث، حيث خدم في البداية في وحدات المشاة، وخلال الحرب العالمية الأولى خدم في الجبهة الغربية في فرنسا، ثم في الجبهة الشرقية في صربيا ومقدونيا. بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، وفي مرحلة حافلة بالاضطرابات السياسية في ألمانيا، استطاع باولوس أن يلفت الأنظار إليه بنشاطه وقابلياته، فعمل في هيئات الركن وواصل دراساته ودوراته العسكرية، حيث تلقى العلوم العسكرية في المدرسة الحربية ببرلين عام 1931 ونال رتبة المقدم. ثم قام بتدريس مادة التكتيك التعبئة، وعند البدء بتشكيل الوحدات الآلية والمدرعة عمل كآمر كتيبة آلية من 1934 إلى 1935، وسرعان ما انتقل إلى القطعات المدرعة وعمل كقائد فرقة مدرعات تحت قيادة الجنرال لودز، ثم تحت إمرة الجنرال فون غودريان الذي كتب عنه بأنه ضابط عبقري ونشط، ولكنه غير حاسم في قراراته ويفتقر إلى الصلابة وإلى الخبرة. عقب نجاحه في السيطرة على مناطق سوفيتية واسعة بكل من أوكرانيا وروسيا البيضاء، اتجه الجيش الألماني منتصف سنة 1942 لشن هجوم جنوبي روسي ضد هدف جديد ذي مكانة هامة لدى القائد السوفيتي جوزيف ستالين. فخلال شتاء 1941-1942 فشل الألمان في تحقيق الهدف السياسي للحملة العسكرية على الاتحاد السوفيتي والمعروفة بعملية بارباروسا، حيث نجح الجيش الأحمر في صد الهجوم الألماني على العاصمة موسكو، وبينما عزز السوفييت مواقعهم عند العاصمة تحسباً لهجوم ألماني ثان عليها، وجه أدولف هتلر أطماعه نحو مدينة ستالينغراد، والتي اعتبرت منطقة صناعية سوفيتية بارزة ونقطة وصل تربط بين شرقي وغربي الاتحاد السوفيتي بسبب مرور نهر الفولغا منها. فضلاً عن ذلك، اتجه القائد النازي لمحو هذه المدينة التي تحمل اسم ستالين من الخريطة في سعي منه لتوجيه ضربة قاسية لمعنويات الجيش الأحمر السوفيتي. بدأ الألمان هجومهم على ستالينغراد خلال صيف سنة 1942، ومع حلول منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر من نفس السنة، تمكنت القوات الألمانية من السيطرة على مناطق واسعة من المدينة، مجبرة بذلك الجيش الأحمر على التراجع نحو نهر الفولغا. وفي غضون ذلك حافظ السوفييت على بعض من أجزاء ستالينغراد بفضل تضحيات الجيش 62 السوفيتي، والذي دافع بشراسة عن مواقعه أمام الجيش 6 الألماني بقيادة الجنرال فريدريك باولوس. خلال الفترة التالية ارتفعت الخسائر البشرية الألمانية بشكل واضح بسبب تراجع كمية الإمدادات والشتاء الروسي البارد وهجمات المقاومين السوفييت المتمركزين ببقايا المباني المدمرة. فضلاً عن ذلك تعكرت وضعية الألمان بستالينغراد مع بداية عملية أورانوس السوفيتية يوم 19 من شهر تشرين الثاني نوفمبر سنة 1942، حيث باشر الجيش الأحمر بشن عملية مضادة بدأت بقصف مدفعي مكثف على المواقع الألمانية قبل أن يتجه لمهاجمة الحلقة الأضعف بالجيش الألماني، والتي كانت عبارة عن القوات الرومانية والمجرية المفتقرة للخبرة العسكرية،
ليتمكن السوفييت خلال الفترة الأولى من الهجوم من أسر ما يزيد عن 65,000 جندي، وإجبار الفرق العسكرية الألمانية المتواجدة خارج ستالينغراد على التراجع. وعقب ذلك قاد الجيش السوفيتي عملية جريئة أسفرت عن تطويق الجيش السادس الألماني بستالينغراد قبل أن يبدأ بهجوم متزامن من الجانبين الشمالي والجنوبي للمدينة ضمن حركة شبيهة بحركة الكماشة. مع بداية الحصار السوفيتي كان الجيش السادس الألماني بقيادة الجنرال باولوس قادراً على كسر الحصار والانسحاب من المدينة، ولكن أدولف هتلر أصدر أوامر صارمة لجنراله مطالباً إياه بالثبات داخل أسوار ستالينغراد وعدم الانسحاب، واعداً إياه بإرسال جيش آخر لكسر الحصار وتحريرهم. وبالتزامن مع ذلك أكد قائد سلاح الجو الألماني هيرمان غورينغ أن طائراته ستزود الجيش السادس المحاصر بما يزيد عن 500 طن من الغذاء والمواد العسكرية يومياً. في الأثناء لم يفي أدولف هتلر بوعده، فمع وصول الدعم الألماني خلال شهر كانون الأول ديسمبر 1942 كان السوفييت قد عززوا مواقعهم الدفاعية حول ستالينغراد ليفشل الألمان في كسر الحصار، ليبقى الجيش السادس بقيادة الجنرال باولوس محاصراً. خلال فترة أعياد الميلاد سنة 1942 تراجعت الحصة الغذائية اليومية لأفراد الجيش السادس الألماني المحاصرين لأقل من 50 جراما من الخبز و12 جراما من الدهنيات، حيث عجزت طائرات سلاح الجو الألماني عن توفير الدعم اللازم بسبب الدفاعات السوفيتية. ومع حلول يوم 24 من شهر يناير سنة 1943 تعكرت وضعية الجنرال باولوس بشكل مأساوي عقب سيطرة السوفييت على آخر مهبط طائرات ألمانية بستالينغراد. بالتزامن مع ذلك أمر أدولف هتلر الجيش السادس بالقتال لآخر جندي، وفي حدود يوم 30 من شهر يناير سنة 1943 أقدم القائد النازي على ترقية الجنرال فريدريك باولوس ليجعل منه مارشالاً بالجيش. ومن خلال هذه الخطوة سعى هتلر لدفع باولوس للانتحار وتجنب خيار الاستسلام. لكن بعد تعيينه مارشالاً بيوم واحد فضل فريدريك باولوس الاستسلام رفقة 90,000 من جنوده للسوفييت وإنهاء معاناة الجيش السادس الألماني والذي خسر أكثر من 150,000 من أفراده بستالينغراد. خلال عملية الاستسلام وقف القادة السوفييت مذهولين أمام المارشال فريدريك باولوس والذي يصنف كأبرز المخططين لعملية غزو الاتحاد السوفيتي، وللتأكد من هويته طلب منه السوفييت تقديم وثائقه العسكرية. وبينما أرسل جنود الجيش السادس الألماني الأسرى نحو مراكز الاعتقال السوفيتية بسيبيريا، تخابر المارشال فريدريك باولوس مع السوفييت وانضم للجنة الوطنية لألمانيا الحرة داعياً بقية قادة الجيش الألماني للتمرد ضد هتلر ورفض أوامره. وخلال محاكمات نورنبرغ والتي مثل خلالها البعض من أبرز القادة النازيين أمام القضاء، شهد المارشال باولوس ضد عدد من قادته السابقين بالجيش الألماني كفيلهلم كايتل وألفريد يودل. لاحقاً فضل فريدريك باولوس العيش بألمانيا الشرقية قبل أن يفارق الحياة في اليوم الأول من شهر شباط فبراير سنة 1957 بمدينة دريسدن عن عمر يناهز 66 عاماً.